السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعين الكرام؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. إن شاء الله اليوم الفيديو مالتنا فيديو منوع وبفقرات كلش حلوة. طبعاً بيومها ركبت تمن باقلة على أفخاذ، راح أشوفكم طريقة طبخ تمن الباقلة بالبداية، وبعد ما نكمل غدا إن شاء الله أخذكم ويانا بجولة بوسط مدينة شيكاغو. هنا طبعاً بالبداية عندي هذا زيت نباتي، ضفت عليه راس بصل، يعني هذا راس بصل كبير ثارم تاني بهالشكل. راح ابدي احمس البصل بالزيت الى ان شويه يذبل حتى نضيف باقي المكونات. هنا انا عندي البصل بعد ما ذبل بهالشكل، راح ابدي اضيف شبنت او بعض البلدان يسموه شبت، انا ما عندي فرش، عندي بس مجمد، فراح اضيف يعني ما يعادل حزمه كامله من الشبنت او الشبت، وابدي احمس الشبنت ويا البصل حتى تبدي تطلع ريحه الشبنت. هاي هنا انا بعد ما حمست شويه، هاي هنا أنا عندي كيس باقلة مفرزة، طبعا هاي مطلعتها من الليل يعني شوية ماعت ويعني فلستها من القشر، قشرتها وغسلتها وضفتها أسوي هاي المواد. راح أبدي أحمسها شوية وياه. هنا أنا عندي رشة كركم، رشة بسيطة، لأن أنا راح أضيف مي الدجاج، أنا سالقة أفخاذ فراح أضيف مي الدجاج، ومي الدجاج ببهارات، فضفت قليلة من الكركم هنا. هذا عندي مي الدجاج اللي سلقت بيه افخاذ الدجاج، ضفته حتى اطبخ بيه التمن. هنا أنا عندي ملح حسب الذوق طبعا. راح انتظر على هذا المي يبدي يغلي يعني فورة فورتين، حتى الباقلة شوية تاخذ لها فورة فورتين ويا هذا المي، وبعدين اضيف التمن. هنا أنا غاسة طبعا كوبين رز بسمتي ومنقعته صار تقريبا نص ساعة، هسه صفيته من المي وضفته. طبعا انا مو مباشرة اول ما فار المي ضفت التمن، لا خليته يفور فورة فورتين حتى الباقلة شوية تفور ويا المي، وبعدين ضفت التمن. هسه راح انتظر عليه الى ان يشف مي حتى اخليه على التهدير. هاي هنا انا عندي بعد ما نشف مي الرز او التمن، هسه راح اخليه على نار هادة حتى يبدي يتهدر التمن ويستوي بالكامل. أنا عندي بعد ما تركته تقريبا 20 دقيقة على نار هادئة صار عندي التمن بهالشكل، يعني صار عندنا هسه جاهز للتقديم. طبعا حبات التمن مستوية والباقلة مستوية أيضا، ومثل ما قلت لكم أنا كنت سالقة أفخاذ على جهة قليتها شوية بزيت، وهذا غدانا صار جاهز. طبعا قدمته بهالشكل وناكله طبعا ويا اللبن ويا السلطة ويا الطرشي. ان شاء الله تجربون هاي الطريقة وتنال اعجابكم، وعليكم بألف عافية. وطبعا بعد ما تغدينا وكملنا حبينا نطلع للداون تاون شيكاغو، يعني وسط المدينة، فصورت لكم جزء من يعني طريق روحتنا لهناك. كان الجو زين وال يعني الشمس طالعة، لان احنا مو دائما الشمس تكون طالعة بشيكاغو، يعني تجيها ايام تكون ممطره، يومين ثلاثه تكون ممطره، بس بيومها كان الجو زين يعني، وحبينا نطلع، فحبيت اصور لكم اجواء وسط المدينه. وطبعا هاي طريق روحتنا، لان هي تبعد عن المكان اللي احنا ساكنين بتقريبا ثلث ساعه الى 25 دقيقه. هاي طبعا القوارب تنزل بس بالصيف للبحيره، بس بالشتاء يعني هاي القوارب ما تبقى بالبحر، لازم يشيلوها بغير مكانات، لان يعني البحيرة تجمد، فلازم ما تبقى اي شيء على البحيرة، على سطح البحيرة. وتكون هذه القوارب يا اما للايجار، يعني اي شخص يحب يأجر قارب يأجره يعني من شركات خاصة للتأجير، او تكون هاي القوارب يعني ملك خاص للناس بس يخلوها هنا حتى شو وقت ما يرغبون يصعدون للبحر، فيكون القارب موجود رأسا يصعدون به. لان هنا أنا اكثر اصحاب رؤوس الاموال يمتلكون قوارب خاصة بهم، فيخلوها يعني بهاي المرسى القوارب، وش وقت ما يحبون يصعدون بالويكند فيكون موجود رأسا يصعدون بها. طبعا الجو حلو والناس تنتهزها فرصة من يصير الجو حلو وزين يطلعون الأطفال، لأن بالشتاء إحنا يكون عندنا ثلج وبرد، يعني ينتهزوها فرصة الناس بالصيف تطلع، وخصوصا إذا يكون الجو زين يعني.
هنا الأطفال تلعب بهاي النافورة جوا المي. طبعا الصيف بولايتنا كلش قصير، تقريبا من نهاية السادس والسابع والثامن. نهاية الثامن يعني تبدي يعني الجو شوي يبرد والجو يتغير، وتبدي عندنا المدارس، اكو مناطق عندنا تبدي المدارس اخر اسبوع من الثامن، منطقتنا احنا تبدي بداية التاسع، وهي الاهالي على العموم بشهر الثامن تبدي تجهز تجهيزات المدرسة، لان احنا هنا المدارس عندنا لازم نجهز الطلاب، يعني كل طالب يروح للمدرسة ماخذ وياه مثلا كلينس، صابون، ما اعرف ايش، هاي يعني طلبات المدرسة تطلبها من كل طالب يجيبها وياه اول يوم المدرسة، بالاضافة للقرطاسية، للجنط، للملابس، هاي لازم نجهز الطلاب بيها، فتاخذ لها تقريبا اسبوع اسبوعين، فمعناها يعني من نص الثامن وانت طالع يعني معناها اجت المدرسة، يعني نلتهي بتجهيزات المدرسة، وتجي يجي شهر التاسع يعني معناها دومة المدارس، هاي خلاص الصيف عندنا، ويبدي عندنا الجو يتغير وتصير باردة. طبعا هنا أنا كان اكو بازار صيفي، بس احنا وصلنا متأخرين فكل شي ما لقينا، بس الخيام بعدها موجودة ما لحقنا يعني عليه، عبالي يعني ألحق على البازار بس ما صارت لي فرصة. طبعا هاي هنا أنا نافورة بوسط المدينة، هاي بس بالصيف يعلقون المي بيها، بالشتاء ما بيها مي لأن باردة فيجمد المي، وبالليل يخلون بيها ألوان، يعني يطلع المي بألوان، يعني كلش حلوة، مكان كلش حلو ومعلم سياحي من معالم مدينة شيكاغو، ودائما هي هاي الساحة يسوون بيها تجمعات، احتفالات، أسواق مفتوحة، ودائما احنا هنا مدينة شيكاغو اذا يريد يصير مثلا فالتجمع او حفلة يعلنون بالتلفزيون او بالراديو حتى الناس يكون عندها علم انه بفلان مكان راح يصير مثلا تجمع او احتفال حتى الناس تعرف وتجي. ولهنا متابعينا الكرام خلص الفيديو مالتنا، أشكركم على حسن متابعتكم، وألتقيكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.